السلام عليكم. نقطة مهمة جدا لما بنيجي نتكلم عن السنتريفيجال فانز، أنواعها، إيه الفرق ما بين الأنواع دي وإيه الأفضل في الاستخدام؟ السنتريفيجال فانز سواء هنستخدمها في أعمال التهوية الفنتيليشن أو في السموك أو في الإكزوست، بيبقى ليها نوعين، يعني هما 3 أنواع بس الأشهر هما نوعين. النوع الأولاني اللي هو الفورورد كيرف سنتريفيجال فانز، في الباكورد كيرفد سنتريفيجال فانز، في الاير فويل بليد سنتريفيجال فان. ايه الفرق ما بينهم؟ لو جينا اتكلمنا عن اول حاجه الفورورد كيرف، من مميزاتها ان يعني او نعرفها ازاي، نميزها ازاي، هنلاقي النمبر اوف بليدز يبقى اعلى من الباكورد كيرف. الفورورد كيرف ممكن عدد البليدز يوصل من 24 ل 64 بليد، بنلاقي النمبر اوف بليدز يعني بيبقى الانجل بتاعت البليد في نفس اتجاه الدوران، من اسمها كده فورورد كيرف. طيب دي بستخدمها امتى او بتبقى مفيده امتى؟ لما يكون عندي هاي فلو ريتس عند ستاتيك بريشرز قليل، يعني مثلا 0.2 انش ووتر جيج ومروحه محتاجه تدي مثلا 10,000 سي اف ام واعلى، هيفضل على طول الفورورد كيرف. عيبها ان الافيشنسي بتاعتها قليله، الافيشنسي بتاعتها بتبقى قليله، بتبقى حوالي 65% ماكسيموم 65%. طيب تاني نوع اللي هو الباكورد كيرف، باكورد كيرف فان يبقى النمبر اوف بليدز اقل شويه من 10 ل 16، واسمها كده ان هي بيبقى اتجاه الدوران عكس اتجاه الانجل، يعني الانجل في الاتجاه ده هو اتجاه الدوران، بيبقى الانجل كده اتجاه الدوران بيبقى عكسه. فقلنا ميزها ازاي، هنلاقي النمبر اوف بليدز اقل. طيب ميزتها ايه وعيبها ايه؟ ميزتها ان الافيشنسي بتاعتها بتبقى عاليه، بتوصل ل 75%. قلنا بنميزها ازاي، ان النمبر اوف بليدز بيبقى من 10 ل 16، الفورورد بيبقى من 24 ل 64، والافيشنسي 65، دي بتوصل ل 75. طيب ايه كمان؟ الباكورد بتبقى قلنا دي بتبقى هاي فلو ريتس عند ستاتيك بريشرز قليله وعند سرعات قليله. الباكورد لا، بتبقى سرعات عاليه، عشان احصل على نفس السي اف ام زي بتاع الفورورد، الباكورد محتاج ان انا أدور الروتور عند سرعات عالية جدا، ممكن دبل السرعة بتاعة الفرول. طيب ده ميزة ولا عيب؟ ده عيب طبعا. ليه؟ بيقلل اللايف تايم بتاع الشافت، يقلل اللايف تايم بتاع البيرنج، هتبقى الريكوايرمنتس بتاعة البيرنج أعلى، هنلاقي الكوست بتاعها أعلى، وبالتالي لايف تايم أقل وبرضه كومبليكيتد. بس هي الغالب في الاستخدام، هي الشائعة في الاستخدام. ليه؟ لأن هي كإنرجي consumption او energy saving هنلاقيها ان هي افضل efficiency، توصل من 75 ل 80%. طيب تالت نوع، وده نادرا ممكن ما هنشوفه في الابليكيشنز العادية اللي هي زي الاكزوست والسموك والكلام ده، اللي هي الايروفويل، بنلاقي برضه نمبر اوف بليدز شبه الباكورد شوية، هي نفس الباكورد في الكونستراكشن، بس الفرق ان البليدز بتبقى ليها تشكيل ايروفويل، يعني زي عامله زي جناحات طياره كده شويه، بتبقى اقرب بقى للبليدز بتاعت الابلكيشن اللي بيهمنا فيها، زي مثلا حركات الطيارات دي كده، الروترز بتاعتها بتبقى بالشكل ده، يهمني الافيشنسي العاليه عشان الكونسومشن بتاع الفيول او الكهرباء. طيب دي الإفشنسي بتاعتها بتوصل لكام؟ ممكن 80% وأعلى، ممكن توصل ل 85%، بس نادرا ما هنشوفها في الأبليكيشن بتاعت المباني اللي هي الإير فويل بليدز دي، لأن تشكيل البليدز بيبقى صعب، صعب إن إحنا نعمل. ده كده كان ملخص سريع للفرق ما بين الفورورد والباكورد كيرف سنتريفيجال فلتس. شكرا.